أعمال السيد عبد الرحمن شركة من إمارة أبو ظبي. سيد نتحدث عن قطاع المعارض السيارات في دولة الإمارات. نتحدث عن كيف تجد تطور هذا القطاع في هذه الدولة سيد، وهل من مشاكل أو من هموم أو من ملاحظات تواجه هذا القطاع؟ هلا في الوقت الحاضر يعني كان يعني أنت عارف الظروف اللي عدت فيها العالم كله، كان من أيام فترة كورونا وقبل فترة كورونا كان في شوية ركود. لا بالوقت الحاضر السوق متحسن بشكل كبير. كمشاكل ما عندنا كمشاكل، لأن في سهولة يعني خصوصا بالسنة هاي، حتى في كتير حكومة أبوظبي ساعدتنا برسوب تجديد الرخص، بتسهيلات اللي نحن عم نقدر هلا صرت معنا، انه كنا نبيع السياره نروح المرور نراجع كذا، بالوقت الحاضر كله صاير على عن طريق اونلاين، عن طريق الابلكيشن، وامور سهله ولا بعد الحدود. البنوك نفس الشيء بالنسبه لتمويل السيارات متعاونه جدا، نعم بالفتره هاي يعني. وطبعا والاسعار نوعا ما في الوقت الحاضر مثل ما بنقول متحسنة بشكل كبير، وأنا بقول إنه هذا تصحيح للسعر، تصحيح للسعر، لأن من 2018 لقبل خلينا نحكي قبل 6-7 شهور كانت الأسعار كتير يعني دائما تلاقي بالعكس نزول عكسي. في الوقت الحاضر السوق متصحح، في ناس عم ترجعوا لأني 22 ما رح يكون في ضخ سيارات جديدة في السوق من هيك، أو زيادة الطلب، لأن الحمد لله تعافينا من كورونا. الإمارات بشكل عام ما كان لها التأثير الكبير، يعني الحكومة دعمت في كل المجالات الحمد لله. يعني إذا بتلاحظ نحن أول بلد طعمنا وأول بلد كذا وأول بلد اللي يعني كانت المساعدات بشكل لا يوصف للجميع، يعني للوافد قبل المواطن يعني. سيد عبد الرحمن، يعني نتحدث عن هذه المنطقة بالتحديد الشهام، نتحدث عن هذا المكان اللي فيه المعارض والتنظيم، هل هناك في تنظيم أو رقابة مشددة من الحكومة؟ ونتحدث عن الأسعار دائما من معرض لمعرض بتكون متراوحة سيدي. هلا في من معرض لمعرض تتراوح الأسعار، في نقطة كثير مهمة عندك حالة السيارة. بالنسبة لحالة السيارة كميكانيك أو كبدي أو ككيلومتر مسافات المفتوحة، ما بنقدر نحدد يعني انه هذا سعره غالي او هذا سعره قليل الا عن حالة السيارة هي اللي بتكشفها. ناحية تانية طبعا بقى هذا البيع والشراء عرض وطلب، صحيح. لكن اللي بده يكسب زبونه وبده يكون مستمر بده يكون منطقي، نعم، من ناحية سعره من ناحية امانته مع المشتري، لحتى يعني دائما من امن اذا المشتري طلع من عندك مبسوط رح يبعث لك زميله في العمل كذا. وخصوصا احنا في الامارات صح يعني هالتعدد كبير في الجنسيات، بس كلياتنا بنعرف بعضنا، يعني بتلاقي في العماره يمكن اكثر من 30-40 جنسيه، وما عاد في شيء يعني مخبى صفه ريكومنديشن تبع الزباين كذا كثير بتهم. بشكل عام يعني ما بدي احكي عن حالنا كماكس موتورز، بس محافظين على الاسم الطيب بشكل عام. سيدي نتحدث عن ماكس موتورز، يعني نتحدث عن كيف اجتك الفكره هي تعمل هذا المعرض، واكيد عندكم منافسه عاليه وشريفه ايضا في مجال عملكم. نتحدث عن التاسيس، متى تم تاسيسه، ونتحدث عن الشيء اللي ميزكم خلاك تكسبوا ثقه الناس فيكم. يعني نحن البدايه كانت في ابو ظبي 2006، نعم، كان معرض باسم اخر، نعم، اسمه معرض الخزام بشارع الشيخ راشد الله يرحمه. ولما نقلنا لما فتحنا المشروع الجديد غيرنا الاسم، وطبعا بأي مجال عمل عندك منافسة بدك تكون. في مجالي أنا نوعا ما أنا مختص أكثر بالسيارات اللي هي الألماني أكثر من السيارات اليابانية أو الكوري، يعني بشتغل في البراندات الألمانية. في منافسة وفي صعوبات في بيع السيارات من هالنوع، يعني السيارات اليابانية أو الكورية بتلاقيها كبيعة أسرع. طبعا الناس تتخوف من ناحية انه تكلفة الصيانة او شيء، وهي طبعا السيارات الالمانية كسيفتي الامان وكل شيء، لما تكون انت
عامل لها يعني عم تعمل الصيانة الدورية لسيارته وكذا، المفهوم غالط يعني، بس هي كتجارب شخصية من الناس انه السيارة بتكلف او السيارة كذا. المنافسة بكل محل، بالعكس المنافسة بتدفعك للأمام يعني. أنا هون كماكس موتورز حافظنا إنه يكون في مصداقية مع الزبون، نشرح، نحاول نشرح للزبون كل شيء عن السيارة، وعلما في شغلات تخفى علينا لأنه نحن منبيع سيارات مستعملة. يعني يجوز اشترينا سيارة نحن نعمل لها تشييك، بنعمل لها الرتوش، بنعمل لها الكلين كذا، نعم سيرفيس كامل، وبنحاول نكون مع زبوننا بأعلى درجات المصداقية. نعم سيد، بدنا ناخذ منك ايضا كرساله توعيه للاشخاص المقبلين على شراء السيارات، واكيد هناك في الان على الاونلاين وعلى المواقع الترويجيه والتسويق، كيف تنصحهم يتوجهوا لشراء السيارات سيد؟ طبعا لما انت لما عم بتدور على تشتري سياره وعم تاخذها، مش عم بعمل دعايه للمعارض يعني بهالكلام، بس لما عم تاخذها من محل موثوق ومعروف ومرخص، بيكون عندك نوعا ما مرجعيه انك ترجع لاي سبب من الاسباب. في وجهة نظر عند أغلب الناس إنه المعرض سعره أغلى، أو يجوز عندهم تجارب شخصية تعرضوا لمشاكل، لكن أي سيارة بدك تشتريها طبعاً بدك تنتبه يعني لموضوع تشيك السيارة، تحاول تشوف الهيستوري تبعها، تاريخ سيرفيسها، تاريخ سيارة. كتير من الناس بيقولوا كم مالك للسيارة، أنا بوجهة نظري ما بتهم كتير يعني، هي على حسب طريقة الاستخدام يعني. أحياناً مالك واحد يمكن خلال سنة تلاقي السيارة تعبت، صحيح. ما وأحيانا يمكن السيارة 4-5 ملاك للسيارة وتضل السيارة بمحافظة عليها. اثنين تفحص يعني موضوع، نحن هلا نوعا ما هي موضة جديدة صارت، صلت 3-4 سنوات، موضوع تركيز الزباين على ناحية الهيكل الخارجي البدي، إذا كان في نوع من الصدم أو نوع من الصبغة التجميلي. خبرتي الطويلة وبشغلي أنا لحد الآن ما بركز إذا السيارة فيها رتوش أو فيها نوع من الصبغة التجميلي، ما بيهمني هذا الشيء، لا يعطل السيارة يعني. أي سيارة مين رح يجي بالجهاز يشيك سيارتك وانت ماشي فيها؟ طبعا ما عدا إذا السيارة تعرضت لحادث أو فيها عيوب مخفية مثل بعض الناس، إخفاء مثلا الوسادات الهوائية، ضوء، هذا الغش اللي بيحصل، وأغلبية الغش هذا عم بيكون من ناس بيكونوا بيع عن طريق الأونلاين، ما فيها المصداقية كم السيارة، كم قطعة مسافة، كم كذا. برا يجوز، مش الكلنا عم نحكي على شكل، عم نحكي على جزء من هذا. بيكون اختيار السيارة المناسبة إله كحجم، إله لعائلته، حالة السيارة، الكيلومتر مهم ضروري يعني. بتقدر طبعا عندك هلا قبل تسجيل أي سيارة عندك فحص أدنك، الناس بتتجه للفحص الخارجي كمان كويس، بس فعليا فحص أدنك كتير دقيق لسيفتي السيارة، عم بفحصوا الهيكل، الشاسيه، عم بفحصوا الجنبينات، عم بفحصوا جهاز البريك، الفرامل، الاي بي اس، هالأمور كتير ممتازة. أنا بنصح أي حدا قبل ما يشتري كمان يفحص بأدنك قبل التسجيل، لأنه بيعطيك نوعا ما الشغلات الأساسية. لا في شغلات تانية بتبين عند المحلات الفحص الأخرى، إذا السيارة إلى انصبغت شيء أو فيها، بس فحص أدنك أساسي. سيد عبد الرحمن، يعني تحدث يعني احنا من ضمن اصدقائنا ومعدينا في بلديه ابو ظبي، وجدنا انه سمعه وشعبيه عاليه ماكس موتورز. شكرا الحمد لله، هذا شكرا. يعني السؤال، كيف جاءت هذه الشعبيه؟ ونتحدث عن الخدمات اللي بتقدموها والشيء اللي يميزكم. نحن سيد نحن سيدي طبعا هي انواع السيارات مثل ما حكيت لك، غالبيا انا بشتغل في النوع البراند الالماني او الاوروبي، لكن بنبيع سيارات تانية الحمد لله. يعني اللي لقينا هي نتيجة، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني نتيجة التعامل الطيب مع الزبون هي اللي بنتنا هالاسم. بشكل عام إنه مش من النوع إنه تيجي الزبون تقول له هي سيارة مستعملة، هي هيك نعطيه فرصته يفحص يشيك مثل ما بده. لو كان حتى صديقنا أو بتعرف في ناس بكثير عنده نوع من الإحراج، إذا قابلته منيح لك ده فحص، بنقول له افحص شيك مثل ما أنت. السيارة اللي بنعرفها بنحكي له إياها 1-2-3، بنحاول ملاحظات ونسوي لهم اياها قبل التسليم. يعني انا دائما بقول للزبون
كيف هلا بديان معك كيف بخلص؟ هل ابتسامة رح تلاقيها عند تسليم السيارة أو حتى بعد؟ الافتر سير كتير ضروري، ببني عند زبونك كتير شغلات يعني ثقة. يعني كتير سيارات لما تكون واقفة عندنا في المحل أسبوع أو شهر تتعرض لما تيجي على الشغل، لما ياخد الزبون تاني يوم يحصل خلل في البطارية، أو أحيانا نظام البريك لأن السيارة واقفة بطالع صوت بيراجعنا من نحل له مشكلته بسرعة. نعم. وبدون أي شيء إضافي، لأني من عدة هاي كاستمر سيرفيس تكون واحد. والأشخاص المقبلين على بيع السيارات يعني كيف تتعاملوا معهم؟ الأشخاص الأفراد يعني. أنا مثل ما حكيت لك نحن بنفحص السيارة. أنا واحد من تجار السيارات اللي هي بهمني الكيلومتر وحالة السيارة بشكل عام أكثر من موضوع البدي. بعض زملائنا وأصحابنا بالشغل بهموا البدي، يعني إنه ما تكون مدعومة ما تكون مصبوغة. أنا إذا يعني نفحص فحص للبدي فحص عادي نتأكد من السيارة. في بعض السيارات نوديها على مركز الفحص لنتأكد إذا شكينا بشيء، يعني إذا فيها أي أليرت كذا. ولما مش إذا اتفقنا مع العميل على شراء سيارته ونسلموا فلوسه. هلا طبعا النتيجه صار اغلب الناس عندها التوقيع الالكتروني، يعني بيكون هو هيك قاعد محلك بنقلنا السياره ونسلمه. نعم وبنسلمه الفلوس وهي تبر كاش او تحويل بنكي. نعم وبالاضافه بنعطيه عقده مشان يكون كل شيء واضح امامه. نتحدث عن الرؤيه المستقبليه لماكس موتورز، يعني ان شاء الله بعد ايام وسنوات يعني وين بنشوفكم ان شاء الله؟ في افرع في نيت في كافه الامارات. في الوقت الحاضر نحن تركيزنا في ابو ظبي. نعم. انا مثل ما حكيت لك اجت سنتين الكورونا والسنه اللي قبلها كان السوق شوي مش مثل ما لازم يكون. بالوقت الحاضر في ان شاء الله، بس بنقول ان شاء الله يا رب. يعني هلا اكيد الامارات كلها بلد وحده، نتمنى هيك يكون لنا فرع بدبي وفرع بالشارقه وننتشر اكثر ونقدر هيك يعني مثل ما هلا انا يعني فرحت لي قلبي انه الناس بتحكي علينا بالمنيح، وهذا الراس المال مثل ما بيقولوا. سر نجاحك سيدي في دولة الإمارات، أكيد هناك سر نجاح كل إنسان. دولة الإمارات أنا ما عم بحكيها مجاملة، هي بتخليش أي شخص ينجح. يعني دولة الإمارات عندك الأمن، عندك الأمان، عندك دعم أي مؤسسة تبدأ فيها بتساعدك. يعني ما عندك موضوع إنه هالتكاليف اللي تحطها لود على بداية انطلاقتك. حرية التحرك وصولها لإحنا كمجالنا. كمجال خليني أحكي لك بالسيارات، كدولة الإمارات هي مصدر يعني تصدير سيارات. يعني نحن بنبيع دول الخليج، السعودية، قطر، البحرين، نوعا ما كان قبل في تصدير لليمن، للبنان، كله هذا غير عم نحكي غير إفريقيا غير كافة الدول. يعني عندك سوق المحلي في دولة الإمارات والسوق الدولي هي واحد، وبالإضافة ما في ما عندك التعقيدات اللي تخليك انت تفكر. انت عليك اشتغل مثل ما بتقول، يعني امشي بخطك مزبوط بتلاقي كل كبلديه وكمراكز وكذا كله بيخدمتك.
ماذا توجه رسالة سيد؟ وإحنا اليوم في إمارة أبو ظبي إلى الوطن والشيخ خليفة الله يعطيه الصحة وإلى سموه الشيخ محمد بن زايد. كل الشكر كل الامتنان لشيوخنا، الله يطولنا في عمر الشيخ خليفة ويخلينا سيدنا الشيخ أبو خالد الشيخ محمد طول عمره، ونشكرهم على الدعم وعلى الرعاية اللي بيلاقيها الوافد والمواطن، وهذا الشيء يعني نحن عايشينه وحاسينه. أنا في هالبلد من بقول من أكثر من 35 سنة، حتى اللي بيجي جديد بيحسدنا، يعني هو نيالكم كل شيء مأمن، معقول نحن بدنا نساوي هلا الفحص، عم نفرض عم فحص البي سي ار خلال دقيقتين، يعني اخي جاي من امريكا الاسبوع الماضي بيساوي فحص بكل هالسهوله، يعني نحن اسهل من امريكا بدون فلوس، طعمنا صاروا هن يعني يجونا يطعمونا ضد الكورونا. شو المطلوب يعني اكثر من هيك؟ الامان اللي يعني تمشي بالشارع هلا زوجتي ولا زوجتك ثلاثه بالليل ما تقلق، ولد صغير ما في يعني ما بيضيع، الحمد لله يعني نحمد الله ونقول يا رب الله يحميها. طبعا اعزائي المشاهدين، يعني لا يسعنا نتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى رجل الاعمال السيد عبد الرحمن شركس، وهو من عام 1989 داخل دولة الامارات. الحمد لله. وانتهن هذا القطاع، قطاع تجارة السيارات في دولة الامارات العربية المتحدة، ودائما نقول اعزائي المشاهدين وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. سيد عبد الرحمن شركس نشكرك على حسن استقبالك لفريق مبادرات وطنية وكفاءة الامارات. اشكركم واشكر القناة، وربي الحمد لله يديم عز الإمارات ويديمكم ويديم شيوخنا الله يخليك. الله شكرا لك، يعطيك شكرا عزيز. شكرا. أول سؤال بسأل الزبون، ليه أنا أجي على معرض وما أخذ السيارة من الوكالة؟ أول إشي هو سهولة التعامل معنا، نحن متعاملين دايركت مع الوكالة نفسها، إنه يعني معظم السيارات اللي أنت شايفها وراي هلأ سيارات موديل السنة وبيكون معددها صفر، فبيجونا دايركت من الوكالة، وحتى نحن العروض تبعيتنا بتكون منا الانشورنس والورنتي تاع الوكالة نفسها، فكله كل ما انت يعني كأنك انت دخلت الوكالة بس ناس ألطف وناس دايركت، وما بدك انت تستنى وقت طويل لأنه بتاخد السيارة من هون واجهت أي مشكلة بترجع هون على السريع، فما في بيناتنا يعني ما في صعوبة التعامل معنا، نحن ناس كتير سهلة التعامل معنا بالضبط. شعبها هو سرها واجمل تلاحم بحرها مع برها، وشيوخها اللي لسه حاب تجرها في حبها من حقها نرزف نرزف.